دكتور هلال عفيفي، تفضل عرفنا بنفسك. دكتور هلال عفيفي، عميد كلية تجارة جامعة الزقازيق. أهلا وسهلا بحضرتك يا أستاذ حمد. حضرتك كلمنا عن الخطوات الاحترازية، أنت عندك الكلية تعتبر أكثر من ربع عددها، يعني ربع طلاب جامعة الزقازيق، وعندك أنت الفرقة الرابعة اللي هي النهائية، هيتم الامتحان إن شاء الله، قلت لي عليك إنه في 12/7. نعم. قول لي الخطوات الاحترازية اللي تم اتخاذها في الكلية، وإزاي هتتم الامتحانات دي؟ في الحقيقة احنا بنتبنى يعني التهديدات اللي موجودة عندنا الفرص، زي ما بنقول المحنة حولناها إلى منحة، وتكون بداية إن شاء الله لتعامل إلكتروني في على الأقل في الخدمات اللي احنا ممكن نوفرها للطلاب في الفترة المقبلة. دكتور، بالنسبة لتقديم الأبحاث ورفع المعاناة عن الطلاب، قلت لي معليك إن ممكن الطالب يكتب البحث بإيده وبتقبلوه عادي. طبعا احنا مش عايز اقول بعض الاطراف اللي ليهم مصالح خاصة وطاقم التمريض ايضا، لا قدر الله لو في وايضا في اجهزة كشف الحرارة هتبقى متوفرة. اي طالب لا قدر الله سواء كان قبل كده او شعر ان في اي اعراض عليه، ان شاء الله يتم الكشف عليه، ولو في اعراض او اشتباه في اعراض تعليمات الجامعه ده هيتم تحويله للمستشفى الجامعه هنا لاتخاذ اللازم سواء في الفرز او اجراء التحاليل او استكمالها ان شاء الله، احفاظ قاعدتنا في سعينا دايما ان احنا نيسر على الطلاب بتوعنا. الحقيقه الكليه يعني باختصار أنشأنا منصة إلكترونية قيمة جدا، وتم من خلالها إتاحة الأبحاث بشكل إلكتروني للطلاب وفقا لخريطة زمنية. يعني الخريطة الزمنية مشيت للجامعة كلها كالآتي: إن إحنا أعلنا الأبحاث في 7/5، وتم استلام الأبحاث من 31/5 لحد 15/6، وتم مدها اليوم إضافي حتى للطلاب الكل، وبتعاوننا كلنا مع بعض ان نعبر المرحله دي ان شاء الله. ان شاء الله. بالنسبه دكتور للابحاث في السنوات اللي هي من اولى، الفرقه الاولى والثانيه والثالثه، كلمنا عنها في ايجاز يعني. احنا طبعا تنفيذا لقرارات المجلس الاعلى للجامعات ومجلس الجامعه في هذا الشان بإعداد الطالب يعني لرسالة بحثية أو إجراء امتحان إلكتروني، تقريبا يعني الجامعة أو لعدم توافر إمكانية إن إحنا نعقد امتحان إلكتروني، إن في ما بيبقوش عارفين متخوفين، فتلاقي بعض الإشاعات بتطلع، بعض البوستات حد يعني ينزلها يدس حاجة كده معينة بحيث يعمل بلبلة للطلاب يستغل الطلاب. إحنا كنا حريصين عشان كده كنا بنتابع لحظة بلحظة. حضرتك تشوف يعني الجروب بتاع كل ايه، كل فرقة تقريبا بشكل آني بنرد على استفساراتهم بحيث نمنع ان حد يستغلهم. احد الحاجات المهمة جدا ان احنا اتحنا للطالب ان هو يكتب بخط ايده، يعني ربما ما فيش. دكتور هلال، يعني هل العملية الطبية كيف يكون تواجدها وتوافرها بين الطلاب، ويعني إنقاذ الموقف لو أي طالب شعر بأي شيء غريب عليه أو أي حاجات من اللي هي بتحصل أو علامات من علامات الكورونا ديت، إيه اللي هيتم التعامل معاه فورا؟ ولا هي يعني كلمنا عن كمان أدوات الوقاية اللي هي المطهرات والحاجات ديت، ازاي هيتم توافرها بين الطلاب وفي اماكن الامتحانات يعني؟ ان شاء الله، زي ما قلت توزيع الطلاب على مدار الايام المختلفه للامتحانات، بدايه الامتحان، الاماكن ان شاء الله دخول وخروج الطلاب، تخفيض عدد الطلاب لتوفير مسافات بينيه بينهم في اللجان المختلفه. يعني إذا كنا بنقول مكان بيسع ليه 30 طالب، تقريبا المكان ده هيسع ليه 16 طالب في الظروف الحالية.
الكلية مستعدة لجميع الأماكن فيها إن شاء الله بشكل كامل، أو مواعيد إيه عندنا بداية الامتحان في كل إيه كلية، أو الأيام دي كانت اشتراطات من الجامعة مع الأستاذ الدكتور عثمان شعدان والدكتور عبد المنعم، تم التنسيق بهذا الشأن، ولذلك نزل الجدول للطلاب بالتنسيق مع الجامعة، واعتمد بأريحية كاملة للطلاب حفاظا عليه. في الحقيقة في العديد من الإجراءات الاحترازية تكون أساس بعد كده للتعامل مع الطلاب. الفترة اللي جاية هتبقى فترة تحديث بيانات خاصة بيهم، الطالب هيرفع هيكمل يستكمل بقى الملف البيانات بتاعته وإن شاء الله هتبقى متاحة ليه، وهيتم التعامل معاه من خلال أيضا بريد إلكتروني هيتاح للطالب في الفترة المقبلة، وأيضا عديد من الخدمات الإلكترونية هتبقى متاحة الفترة اللي جاية تيسيرا على الطلاب. على سبيل المثال يعني التشعيب إن شاء الله لأول مرة هيتم بشكل إلكتروني، ودي برضو من الحاجات المهمة أصلا. يعني في الحقيقة المنصة يعني نالت الحمد لله يعني إعجاب الطلاب، لأن فيها سهولة قوي في إنه الطالب يسلم البحث بتاعه بشكل إلكتروني وموثق أيضا، دي مهمة جدا، يطمن إنه هو فعلا تم تسليم البحث بنجاح وبيظهر له رسالة خاصة بكده. أتحنا فيها بصراحة الطالب بيدخل بالكود والرقم القومي بتاعه، تحت عليها المادة اللي هي المادة العلمية، أنشأنا قناة خاصة بالكلية يتوفر فيها أكثر من 300 فيديو بالنسبة للطلاب، بحيث المادة العلمية تبقى موجودة عنده. أتحنا ليه إن هو ممكن يكتب البحث بخط إيده ويصوره بالموبايل ويسلمه على الموقع، وده يعني تقريبا أكثر من 30% من الطلاب عملوا كده، ودي حاجة طبعا تبسطنا إن مفيش أي أعباء حتى مادية وإمكانيات.